حماتي وصتني على فشة واليوم رحت على السوق لقيتها قدامي عند اللحام وجبتها. يلا في العافية بالصحة وعافية. هي استوت. السلام عليكم. مساكم الله بالخير. اليوم بقدم لكم ست الحبايب الحجة. حمات زوجتي. حماتي حياتي. إن شاء الله حتقدم تيجي معنا بأول بيت. حلوة جديدة هذه حماتي حياتي. تفضلي. إن شاء الله كل سنة تسلمين. وإن شاء الله يهدي بالك السنة الجاية يجي رمضان. وإن شاء الله بقدم لكم اليوم فشة عن طريقتي أنا الممتازة، يعني جربنا كل الطرق ما جاش أحسن من هذه الطريقة. تمام. يلا إن شاء الله. والكل حبه وعجبته وعارفة بقدم لكم إياها إن شاء الله. إن شاء الله. يلا توكل على الله على الوصفة. يلا إن شاء الله. بسم الله. نكون محضرين. هلقيت على السلق، قديش مدة السلق؟ ساعة إلا ربع. نكون محضرين مية زي هيك وبنحطها بالمية عبين ما تغلي. مسكي مسكي دنجرة. لمدة ساعة إلا ربع ممكن. المية اللي فيها كفاية هادية؟ اه. كفي ها؟ كفي بزيادة. منيحة. خلص عشان تعرف تغلي ما تفرش على الأرض. بس طوب شوية تغلي غلوة من إنها نحركها. عم تغلي. غطيها شوية وعم تغلي. ان شاء الله بتركوا زيت صوفيا هيك عشان دمها يروح، وضلكوا ان شاء الله ساعة ربع فيها هيك وهي مسلوقة. بعد ما تنسلق بنغسلها وبنتبلها. سلقنا الفشة وبننتبلها وان شاء الله تاكلوا بالصحة والسلامة. كل سنة تسلمين وغنمين زايدين من تخصين. بعد ما كنا في السلشة بتعمل فيها ونتبلها هكذا عشان نحطها في كاس حراري. بنقصها لطع متوسطة، وبعد ما نقصها بنتبلها ونحطها في كاس حراري. هلقيت بحط 3 روس توم وبحط حزمة بقدونس كبيرة. البقدونس حسب الذوق برضو بتكتروا بتقللوا إيه انتوا بتتحكموا فيه قديش بدكم. بعدين بتحطوا معلقه ملح كبيره، انا حطيت ملح الهيمالايا. انتوا برضو بتتحكموا هذا حسب الذوق. حسب الذوق الملح طبعا. الواحد حسب ذوقه ووضعه. اه وبعدين نطحنهم شويه. قبل ما الحجه تخلص تقص الفشه بتكون احنا حضرنا. بساعدها فيهم دغري عشان بكون احنا حضرنا التتبيله. وهيك جاهزه كتير مناسبه. تمام. بنرفع الشفرة وبنهون وضع باقي التوابل مع بعض. شو رأيك؟ بعد هلقيتها بنحط ال بنرفع بلش الشفرة. نرجع التوابل ونخربطهم مع بعض. بعدين بنحط فلفل أحمر تقريبا معلقتين كبار. وهذا حسب الذوق، ممكن إذا عندكم أطفال أو حد ما بحب الفلفل ممكن بتحطوا بصحن بجنب الأكل. كل واحد بده فلفل بحط على صحن. شو فوائد الفشة هي؟ يلا فوائد. شو فوائد فوائد الفشة؟ هي كتير غنية بالألياف، بتسهل حركة الأمعاء وبتعزز الشعور بالشبع على فترة طويلة. مفيدة كمان للعينين وللبشرة. ليمونة تمامونة حطيتي أنت؟ حطيت أنا 3 ليمون كبار. وشو كمان فوائد لها؟ في كمان فوائد لها للعظام، وفيها نسبة عالية من فيتامين آ اللي هو فيه الحديد، وفيها فوائد كمان للحوامل. كتير لها فوائد يعني. كتير من الكتير. الزيت قديش زيت؟ الزيت تقريبا كوباية. كوباية صغيرة. كوباية شاي صغيرة يعني نص مج يعني. بتحط التتبيلة هاي. هجيت بنحط التتبيلة خلاص آخر نهاية. يلا ندير. بس نحطها إيش في كاس حراري بعد التتبيلة هذه. إن شاء الله. جيب لك معلقة وخلص. خلاص صارت تتبل مع بعض ان شاء الله. طيب كيسين يمكن او اكثر هذا شو لانه هذا كيس صغير ما بنيش يسع كله. بطيء كيسين كمان خليك هوك. للفرن. تمام. خرق النكاشه. خرق اجيب النكاشه ما الشوكة أو سكينة. هاي ضربة بنخرق عشان ما ينتفخ وينبع. بس هيك ما بتعمل أكتر من واحد؟ لا خلاص يلا المهم يطلع النفس. جيب الطنجرة عشان ما ينتفخ الكيس.
نركبهم على الطنجرة وفيها بس نص قزازة مية، يعني قد كوبايتين كبار. كوبايتين؟ آه كبار. كبار مية. أيوة. عاد بنحطهم على نار هادية يعني ساعة إلا ربع، بصير إيش؟ مستويين و 100%. والله حلوة هاي. يعني ساعة إلا ربع على نار هادية نواسة، بصيروا زي الفستق. كوبايتين مية حطينا في الطنجرة. كوبايتين مية كبار. شعون مقاط يعني. اوكي تمام. ما شاء الله طريقة حلوة. طيب ولقيت بنشغل عليهم. شغل عليهم. شغل عليهم. واطية تكون منخفضة. ايوه. بس يغلب وتوطيه. تمام. بس ما يغلب. ونغطيها طنجرة؟ غطيها. طيب يلا. يلا مش لازم. ولع الغاز لقيت. ساعة الا ربع بس يعني. على اوطى شيء يعني. اوطى شيء. ما بعوزش فرن زي هيك بالضبط. وصحة وعافية. الف صحة وعافية. لقيت استوى. خليتنا نطلع للأكل. هيك استوى إن شاء الله. استوى إن شاء الله. تقريبا قديش أخذ ساعة؟ إلا ربع. ساعة إلا ربع. إن شاء الله الروائح حلوة كثير. يلا هلك بندوق نشوف إن شاء الله. نطفي الغاز هلقيت فيه. هاي سكينة ممكن تفتحين السكينة؟ هات سكينة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله 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 الريحة كثير حلوة ما شاء الله. يلا ألف صحة وعافية. سلم يديك والله. يلا في العافية. ألف صحة وعافية. هي استوت ما شاء الله. أرجو إنكم تجربوها وتحكوا لي إيش كيف تطلع يعني إن شاء الله. يلا يسلم ايديك ريحتها كثير حلوة. احكي لهم إذا بدهم إياكي يكتبوا لك بالتعليقات. كثير روعة والله. أتمنى إنه أنتم تجربوها. ان شاء الله بصحة وعافية. صحة وعافية. والعام انتم بخير. يسلم ايديك وغلبناك اليوم على الاكلة. سلم ايديك والله. ان شاء الله. اذا بدكم الحجة تعمل لكم وصفات فلسطينية اصلية اكتبوا لي تحت بالتعليقات. انا قصد سمقية. سمقية. تعرفوا السمقية؟ سمقية. ان شاء الله. خلص ايش بكتبوا لك اكلات؟ غريبة كعك. ايش بدهم اكلات بدك تعملي لهم؟ اذا بدهم. ان شاء الله. لا حيكتبوا لك ان شاء الله وان شاء الله حتعملي لهم كل اللي بدهم اياه ان شاء الله. يا مع الله. السلامة. سلام. مع السلامة. انتظرونا فيديوهات جديدة ان شاء الله. مع السلامة بأمان الله. يلا صحة وعافية. ليش اكل؟ ما بديش. دوقي. لا 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 بصير اشرب مية هلقيت. ليه؟ بكره بس ادوق كيف بصير اشرب مية بتعطش على هذا عشان ادوق.